برضه ما طلعتش مني، مع ان الحكايه كانت قريبه قوي. حكمتك يا رب، زرعت جوايا الامل وبعدين حرمتني منه، بس انا راضي بحكمك، راضي بمشيئتك. صلى على النبي ابراهيم بيه، ما تعملش في نفسك كده. عليه الصلاه والسلام، لله ما اعطى ولله ما اخذ. ايوه كده يا بيه، ارمي حمولك على ربنا، ربنا كريم قوي. وبعدين احنا خرجنا من موضوع نور ده باستفاده كبيره. استفاده ايه يا سلام؟ على الاقل عرفنا اللي بيحصل في البلد، وعرفنا الفيسبوك والتويتر. بقول لك ايه يا بيه، ما تقوم ترزعنا تويته حلوه كده. رزع تويته لمين؟ انا كان نفسي زي ما خرجنا من حكايه زهره بصداقه واحترام نخرج من حكايه نور باحترام. لكن نعمل ايه بقى؟ البنت فاكره ان احنا اخوان وعملاء وخدعناها. يا ريتها جيت على كده بس. ايه في ايه تاني؟ الراجل الحويط عمها استغل الكلمتين اللي حضرتك قلتهم له وشكك في نسبها، وعلى ما تثبت بقى انها بنت اخوه يكون لها في الارض بالعقد اللي جابه من الشهر العقاري. يعني حكايه اثبات النسب ده بقى سهل قوي اليومين دول، تقدر بسهوله تثبت نسبها وتسترد ارضها. بس المحامي بيقول ان الموضوع ده بيطول قوي، وعلى ما تثبت بقى يكون الراجل باع الارض ولا اجرها ولا بنى عليها، وعلى ما تستردها تاني يكون فات الاوان. عندك حق، يعني احنا كده دخلنا حياتها وجرحناها سياسيا وهزينا ثقتها في كل اللي حواليها. مش كده وبس، وهنضيع كمان مراسلها. بقول لك يا برهان بيه، حتى لو نور يعني ما طلعتش بنتك، احنا لازم نساعدها انها تاخد حقها. ناخد حقها ازاي؟ مش المحامي بيقول ان الراجل ده جاب عقد من الشهر العقاري؟ صح، مش قال كده؟ صح. العقد ده مزور يا بيه، وانا عارف مين زوره. يلا بينا. طب مش دول الاول رايحين على البيت؟ هقول لك واحنا في الطريق. وناوي تبيع الفدان بكام بقى ان شاء الله يا حاج عمران؟ فدان ايه بس يا زرزور؟ الارض دخلت جردون المباني ومتسجله في شهر عقاري، تقوم تقول لي فدان برضه؟ لا، انا هقسمها وابيعها بالمتر. بالمتر؟ بس دي ما كانش كلامنا ولا اتفقنا قبل كده يا حاج عمران. كل وقت وله اذان يا زرزور، وانتوا عارفين طبعا ان الارض زي الذهب كل يوم في سعر، وانتوا عشان اهلي وحبايبي استحاله استحاله ابدا اعلي عليكم السعر. بقول لك ايه يا حاج عمران؟ أمرني يا حاج فراج. أنا ناوي أبني تلاجة خضار وفاكهة تبقى أكبر تلاجة على مستوى المحافظة كلها. ما تيجي تشاركني، أنت عليك بالأرض وأنا عليا بالمباني. والله التلاجات دي مشروع كويس قوي ويكسب، لكن أنا عايز أبيع الأرض وأخلص منها. وإحنا إن شاء الله عاوزين نشتري، وبالصلاة على النبي عاوزين الأرض كلها. بس إيه يا حاج عمران، مش عايزين مشاكل، عشان الارض ديت احنا عارفين ان عليها مشاكل من زمان قوي مع بنت اخوك الله يرحمه. شوفوا يا رجاله، انتوا لكم عليا حاجه واحده بس، ان انا ابيع لكم الارض واسجلها لكم. انما بقى حكايه بنت اخويا دي ومشاكلها، فانا مدخلها في حوسه مش هتطلع منها الا بعد سنين كتير قوي، وعبال ما تطلع منها يكون الارض والدنيا وكل الدنيا اتغيرت. اتغيرت؟ احنا مش فاهمين حاجه، ما تفهمنا كمان شويه يا حاج عمران عشان نرتاح. ما هو المغرز اللي انا حاطط فيه بنت اخويا دي، عقبال ما تخرج منه يكون اللي عمل ثلاجه عمل، واللي بنى مصنع بنى، واللي بنى مباني والناس سكنت فيه سكنت. وساعتها مش هتبقى عارفه تتكلم مع مين ولا مين. وبعدين انتوا يهمكم ايه؟ الارض ارضي وعودها متسجله في الشهر العقاري. انتوا عايزين ايه تاني؟ احنا ما قلناش حاجه يا حاج عمران، احنا بس عايزين نطمن. من الناحيه دي اطمنهم، وحطوا في بطنكم البطيخ الصيفي والشتوي كله بتاع البلد. بس انتوا جهزوا فلوسكم وانا جاهز. بقول لكم ايه، ما تتفضلوا الشاي بقى. يا اهلا برهان بيه. اهلا سلامه بيه. اهلا يا استاذ سيد، يا برنس العقود. امروا اي خدمه. الامر لله. واولا احنا جايين نشرب معاك كوبايه شاي. ثانيا هو في طلب كده، وبالحقيقه عمران قال لنا ما حدش هيعمله لكم غير الاستاذ سيد الرومي. وانا تحت امركم، ايه هو الطلب ده؟ من الاخر يا استاذ سيد،
في حته ارض شرحه كده عايزين نحط ايدينا عليها. طب ما تحطوا ايديكم، ايه اللي مانعكم؟ لا ما احنا عايزين نحط ايدينا عليها من 15 سنه. ايوه زي ما عملت العمران كده بالظبط. ايوه بس عمران ده كانت ايده ناشفه قوي. ما تقلقش برهان بيه ايده مهلبيه وهيطرعمك وهيزهزهك على الاخر. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. وفين بقى حته الارض دي؟ على بحيره المنزل عيدي. بتبقى ارض طرح نهر. دي اسهل من ارض عمران بكتير. اتكلوا على الله وحطوا ايديكم عليها. مستنيين ايه؟ احنا نطمن. مش معقول نحط ايدنا عليها وبعدين تيجي الحكومة تقول لنا شيلوا ايدكم من على الأرض، دي أملاك دولة. دولة إيه يا برهان بيه؟ هي الدولة دريانة بحاجة؟ وبعدين على رأي المثل إن وقع بيت أبوك الحق خد لك منه قالب. اتكل على الله يلا نقرأ الفاتحة يلا. لا لا لا، ما قبل ما نقرأ الفاتحة لازم نعرف إن كل حاجة هتمشي سليمة وقانونية. عيب عيب يا برهان بيه، مش السيد الرومي اللي اتقال له سليمة وقانونية. ده انتوا لو عايزين اوراق سليمه وقانونيه ببحيره المنزله نفسها هعملها لكم. البحيره دي هنبقى نحط ايدينا عليها بعدين. احنا بس يا استاذ سيد يعني لا مؤاخذه مش عايزين ورقه وخلاص، عايزين كمان نطمن على الدفاتر. ماشي ماشي يا بهوان. حاضر. هادي الدفتر اهو. شوفوا بقى انا عملت ايه لعمران. كل اللي عملته ان انا غيرت رقم قطعه الارض، وبكده لما المحكمه تبعت للشهر العقاري تساله الشهر العقاري هيقول لها دي الاوراق سليمه، وهو ده اللي انا هعمله لكم بالظبط. اظن كده بقى مالكمش اي حجه. نتكل على الله بقى ونقرا الفاتحه. لا الفاتحه دي بقى اقراها مع المباحث. مباحث؟ ايه؟ مباحث ايه؟ في ايه؟ انتوا مين؟ انا ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه. يا خرب بيتك يا حويات، يا لهوي يا حويات، يا خرب بيتك يا حويات. ألف مبروك يا أنسة نور، كده المحكمة هتحكم لك في أول جلسة بكل حاجة، وخصوصا بعد ما عمك اتقبض عليك. أنا بصراحة لحد دلوقتي مش قادرة أصدق إن الكابوس ده انزاح كده مرة واحدة. هو فعلا كان كابوس، ولولا ستر ربنا كان حقك ضاع. أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا متر. وتشكريني أنا ليه؟ اشكري اللي عمل لك كل الحاجات دي، وكان السبب الرئيسي في رجوع حقك ليكي. مين يا متر؟ والاستاذ برهام والاستاذ سلامه. برهام وسلامه؟ ازاي؟ انا هقول لك كل حاجه. وحشتيني يا ماما. انت اللي وحشتيني يا رحمه. حبيبي حياتي. فوزيه يا فوزيه، نعم يا عدل، خدي الولد فوق. هي حصلت يا سافر يا حيوان تحط في جيب الولد بقى يا مدام. خلاص الله، في ايه مالك كده شويه؟ الله اصل انا وانا جايب لك يوسف فجاه لقيت لجنة قدامي، انا بقى خفت وقعدت افكر بسرعه هعمل ايه اعمل ايه، لو قفشوني اعرف في 60 داهيه كنت حاطط الحاجه في جيب الولد. بعدين الحمد لله لو وقفوني ولا فتشوني. لا ايه يا اخي، مش بني ادم. خلاص بقى الله، ما تولعهاش نار. بعدين انا مش هعملها تاني. طب اتفضل بقى، عاوز اقعد مع الولد. ماشي. بس بقول لك ايه، وانت بتحضري مصاريف الزياره زوديهم 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ليه؟ انت هتستندل فيها تاني؟ مش بقول لك دايما ظلماني يا زوزو؟ الله، دي مصاريف المدرسه. ولا انت عايزين ادخله مدرسه حكومه؟ لا خلاص هدفع المصاريف. بس بشرط. الولد هيبات معايا النهارده، تعدي بكره تاخده. وماله؟ طبعا ده من حقك، انت امه، من حقك يبات في حضنك ليله. طب كويس انك عارف ده. طبعا. بس المصاريف هتزيد حبتين. انت بتقول ايه؟ زي ما سمعتي. انا متفق معاكي على زياره، لكن دي بياتة، حاجه تانية خالص. انا بقول برضو ارجع لاصلك. كنت متخيلة انك ممكن تكون للحظة بني ادم. يا سلام، والنبي ما تتكلميش انت على البني ادم. اصلا سمعت انكم اتفقتوا انكم تحجروا على ابن عمكم. انت عرفت منين؟ فوزية.
حتى ده احلف فيها في الكلام لحد ما عرفت منها كل حاجه. طب اتفضل اطلع. ماشي. بقول لك ايه؟ ما دام انت متمسكه قوي بيوسف كده، طب ايه رايك اديهولك خالص؟ ازاي هتسيبهولي؟ عادي هسيبهولك خالص، بس بشرط تاخدينا انا كمان فوق البيع نرجع تاني. ايه؟ انت اتجننت؟ انت ازاي ساكت على نفسك؟ ازاي متخيل اني ممكن اعيش معاك ولو للحظه واحده؟ ده انا موت نفسي احسن لي. اتفضل من غير ما تروض، وبكره تعالى خد الولد. يا سلام، ده اخر كلام عندك؟ اتفضل. ماشي. حلو. صباح الخير يا بابا. مش بترد عليا ليه؟ مش انت طول الوقت كان نفسك ابقى بنتك؟ اه انا من دلوقتي مش هقول لك غير يا بابا. عارفه يا نور، لو بنتي كانت موجوده كنت اتمنى انها تبقى زيك، مثقفه وبتحب بلدها. انت وكل زمايلك عملتوا حاجه كبيره قوي للبلد. طب انا عايز احكي لك على حاجه يا بابا. احكي يا ستي. احنا كان املنا ضعيف جدا في التغيير، ناس كتير قوي فقدت الامل واصابهم بالياس والاحباط، بس احنا فضلنا ماسكين في الامل الصغير ده لغايه لما كبر جوانا وبقى هو الحقيقه اللي احنا عايشينها دلوقتي. عايزه تقول ايه يا نور؟ عايزه اقول لك ان انت تفضل ماسك في الامل، خلي عندك ايمان ان انت هتلاقي بنتك. خليك ماسك في الامل يا بابا، ان شاء الله تلاقيها. ان شاء الله. ازيك يا استاذة نور؟ ازيك يا سلام؟ والله هتوحشنا يا استاذة، وهيوحشنا المكتب السياسي بتاعكم. يا سيدي المكتب السياسي تحت امرك، في اي وقت ممكن تشرفنا. ربنا يخليك يا استاذة، وانتوا برضو يعني اي وقفة اعتصام اضراب احنا موجودين. ماشي. اهم حاجة ما تفقدوش الامل وتفضلوا تدوروا على نور لحد ما تلاقوها، وانا من وقت للتاني هبقى اجي اشوفكم. اشوفكم على خير ان شاء الله. استاذة نور، في حاجة يا سلامة؟ أنا بصراحة حبيت السياسة قوي، ما تشغليني معاكم في السياسة يا أستاذة. أيوة يا سلامة، بس أنت مش سياسي. إزاي يعني مش سياسي؟ أنا الحمد لله يعني بعرف أزعق وصوت عالي، وعندي صفحة على الفيسبوك وواحدة تانية على التويتر. بس بصراحة ما أعتقدش إن أنت هتبقى مقنع قوي كناشط سياسي. إزاي يعني هبقى مش مقنع؟ إذا كان أنا أقنعتك قبل كده إن أنا عمرو حمزاوي، ولا نسيت يا أستاذة؟ وبعدين أنا سمعت يعني إن السياسة اليومين دول يعني فيها فلوس يعني حلوة، وعايز اللي ميلي قرشين كده. يا سلامة، إحنا بنشتغل في السياسة عشان إحنا بجد بنحب البلد دي، ونفسنا تبقى أحلى بلد في العالم. وعلى يدك أهو يا سيدي، ده إحنا حتى معناش الفلوس اللي نأجر بيها شقة عشان الائتلاف بتاعنا، وعمالين نلم من بعض. يعني باختصار كده إحنا اللي بنصرف على السياسة من جيبنا. يا أستاذة أنا مش قصدي عليك أنت وأصحابك، أنتوا ناس زي الفل، يا ريت البلد كلها زيكم، كنا بقينا ولا موزمبيق. أمال قصدك على مين؟ قصدي يعني على الناس اللي بيطلعوا في الفضائيات دول قارفيننا وهاريننا طول النهار بقى وجع قلب. ماشي يا سلامة، خلاص هبقى أشوف لك الموضوع ده. أهم حاجة دلوقتي خليك جنب بابا برهام لغاية لما يلاقي بنته نور. الحكاية صعبة أوي يا أستاذة، وشكلها متعقدة أوي. ما تقولش كده يا سلامة، إحنا لسه عمالين نقول نتمسك بالأمل. المشكلة إننا ما مشيناش ورا واحدة والحكاية كانت سالكة. مشينا ورا زهرة اتهارينا تكليفات وأسر ومعسكرات. جرينا وراكي اتهارينا بقى وقفات واجتماعات ومسارات بالأكفان. الأمل ده يا سلامة عامل بالظبط زي البذرة، لازم تسقيها بالعمل والجهد علشان تكبر وتبقى شجرة. يا أستاذ أنا حافظ الكلمتين دول، بتوع أوقد شمع ولا تنعن الظلام،
ولا تعطيني بيضة ولكن علمني كيف أبيض. عارف أنا الكلام ده. خلي أملك في ربنا كبير يا سلام. يا رب يا أستاذة. أنا من فترة التانية هعدي عليكم عشان أطمن. سلام. اتفضلوا يا رجالة. كباب بالهنا والشفا. انت حلاوة الكباب. قول يا ابو سامي قول. الدنيا باينة عليها ضحكت لنا يا يار. ضحكت لنا يا باشا. احنا شاكرين هنكملك بالعلم. المهم ربنا يديم علينا مزارات خمس ست سنين لحد ما نعمل الخميرة وبعديها نعمل ماتش اعتزال. نعتزل؟ ليه بس كده؟ بس بقول لكم يا رجالة احنا مش بتوع دم. انا مش عاوز حد يموت. واحنا مغسلين وضامنين جالنا. ما احنا بنعمل اللي علينا. واللي يموت يموت واللي يعيش يعيش. استوب. انا قلت مش عاوز دم. دي مش سكتة رجالة. اه كبير. بس الشركة دي مؤاخذة يعني هي اللي عرفت الكباب طريق معدتنا. هي مؤاخذة يعني بشتنا وسام مشجرة. جارة الفلوس في ايدينا. والسكة دي برضو اه. احسن من التسلق على المواسير. وسرقة الفيلن وعرض الكلاب. ايوة. بس السكة دي فيها حاجة مش مفهوم. مين اللي بيسرق ده كله؟ وعشان ايه؟ احنا مالنا عمهم. اه على رأيك يا فرج. احنا مالنا. كده انتوا بقيتوا اغلبية. وانا رجل ديمقراطي. وافق المجلس. عندك حاجة عاوز تقولها يا استاذ ابراهام؟ لا يا سيادة القاضي. انا خلاص ما عادتش تفرق معايا. وانا راضي بحكمك. حتى لو حكمت لهم بكل ثروتي. بس ده ما كانش كلامك الجلسة اللي فاتت. ما انا قلت لسعادتك ما عادتش تفرق معايا. وعلى العموم كامل واخواته وولاد عمي. يا فندم الاستاذ كامل واخواته عايزين يحافظوا على ثروه الاستاذ برهام من تصرفاته اللي هتتسبب في تبديدها. وهم لهم طمعانين في حاجه ولا عاوزين حاجه لان ليهم وضعهم المالي والاجتماعي المحترم. تحجز الجلسه 19/6 النطق بالقرار واتخاذ ما يلزم. خير يا برهام بيه. اتحجزت الحكم 19/6 بس غالبا هتحكم لهم. انت اللي اضطريتنا نعمل كده يا برهام. مشيت ورا الولد ده لحد ما وصلك اللي انت وصلت له دلوقتي. ربنا يسامحك يا مدام. ربنا يسامحك يا مدام. امال فين لسانك الطويل؟ انت عارف اول ما المحكمه تحكم لنا انا هعمل ايه؟ هطردك طردة الكلاب. خلاص بقى يا زهير. اعتقد كده المحكمة هتحكم لنا يا متر. بعد الكلام اللي قاله برهان جوه في غرفة المداولة الأمل بقى كبير قوي. أنا مش فاهمة إيه اللي حصل له ده؟ وإيه الاستسلام اللي هو فيه؟ وبعدين فين بنته اللي على بعد خطوة منه دي؟ الله. أنتِ بتصدقي موضوع بنته ده؟ هتلاقي الواد التعبان هو اللي مسخن دماغه. تصدق أنا كنت ناوية أطرده، دلوقتي أنا هرجعه السجن تاني. طب يلا 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 بينا. يلا. يلا. شيل الصورتين يا سلامة. خلاص ما عادهمش لازمة. طيب يا بيه بعد إذنك يعني طالما الحكاية كده أقول إن شاء الله بكرة الصبح ألم حاجتي واتكل على الله أروح أشوف حالي. إيه؟ عايز تسيبني؟ يعز علي أسيبك يا بيه بس قعدتي خلاص ملهاش لازمة. لا يا سلامة ليها لازمة. اقعد معايا عشان اتعكس عليك. بسيب ننزل راح اشوف حياتي. الدنيا تخبط فيا خبط في الدنيا. وانت ارجع لحياتك اللي كنت عايش فيها. خلاص. ايه فقدت الامل زي يا سلامة. يا بقى انا كنت فاكر الحكاية سهلة. طلعت معقدة وملهاش حل. عرفت بقى ليه انا كنت قاعد لوحدي في البيت ده مستني امر الله واروح اقابل نور وامها في الجنة باذن الله. ربنا يصبرك يا بيه ويقويك. انا بقول يا بيه يعني ملوش لزوم اقعد للصبح يعني امشي دلوقتي. بلاش تركب دماغك. اقعد معايا الكام يوم اللي فاضلين لي في الدنيا لحد ما اقابل وجه كريم. لا
يا انا مش عايز ابقى حمل عليك انا اكتر من كده. خلاص يا سلام، ما دام عايز تسيبني وتمشي انت حر يا ابني، بس بلاش دلوقتي، خليك للصبح. النهار له عينين، مش هتفرق يا بيه دلوقتي من الصبح. هاتيك انت اللي بتقول اهو، مش هتفرق. اقعد معايا، ما تنساش مش هنشوف بعض بعد كده. عارف انا هعمل ايه؟ اخلك ونتمشى شويه، ولا اقول لك؟ يلا زي بعض، تعال اعزمك على العشوة اللي انت بتحبها. يا بيه اخيرا انت اللي هتعشيني. كنت دايما اقول لك اطلب لنا نص مشكل، ساعات كنت تطلب وساعات تطنش وساعات تطلب بربع لينا احنا الاتنين. يلا بقى اهي غرابه، ما دام هتسيبني وتمشي لازم برضه اقوم بالواجب، وبعد ما هشيك ارجع البيت ده واقعد فيك لوحدي تاني. ايه؟ تحب تتعشى ليه بقى يا استاذ سلام؟ يا سلام، عارف يا سلام؟ أنا عمري ما أكلت أكل بالحلاوة دي. لا أنا وشوفة يا بيه، مطرح ما يسري يمري. يا برنس المصامت. اكتب لنا كمان واحد مشكل واحد كوارع. حاضر. يا سلام. الحتة دي فشة ولا كرشة؟ يا بيه يا بيه، إحنا جايين ناكل ولا جايين نسكت؟ كل يا بيه، كل يا بيه. انت عارف ان انا ما دخلتش مطعم من 20 سنة. يا بيه انت من 20 سنة ما عملتش حاجة في حياتك. خد يا بيه، خد الحتة الملبسة دي من ايدي. خد. حلوة حلوة. زمان لما كنت عايش لوحدي قبل ما عرفك كنت لا اقدر اكل الاكل ده خالص، ولا حتى كنت من اصله بتعشى. لكن دلوقتي اكل اي حاجه وبتعشى ومن غير ما اخد دواء. انما يلا بكره بقى الواحد يبتدي يعيش في العزله تاني. يا بيه حرام عليك، يا بيه حرام، انت ناوي تنكد علينا واحنا بناكل؟ يا بيه ابقى بكره ارجع للعزله يا بيه، دلوقتي عايزين ناكل، ده اخر ليله هنقضيها مع بعض. عندك حق، عندك حق. هذه الحته دي من ايدي. انا ما اعرفش ايه هي بس طعمها قوي. دي يعني ممكن تكون حلويات يا فشه يا اي حاجه بقى، معلش يا بيه. يلا. ها. الحمد لله. انا كده تمام. تشرب ايه؟ لا لا خلاص الحمد لله. مش هقدر اشرب حاجه. لا يا بيه لازم نشرب حاجه. عشان نعرف نهضم صندوق الزباله اللي احنا كنا ده. احنا هنفضل قاعدين كتير هنا يا كامل؟ هانت يا ماجي، المحكمه خلاص حجزت قضيه برهان للحكم. طب افرض بقى المحكمه ما حكمتش لصالحكم، هتعمل ايه؟ يا ستي ما تفوليش في وشي. الله، انت عاوزه تدخليني طوره ولا ايه؟ ما كفايه بقى، بقالك سنه عمال تقول هخش السجن هخش السجن، ما ديك قاعد اهو ما حصلكش حاجه. لا ده انت بجد بقى عاوزاني اخش السجن؟ يا ستي ده انا مستخبي في الدوره، خدوا الصف الاولاني، مش ناقص دلوقتي الا الصف الثاني والثالث. ما انا يا كامل مش فاهمه، فهمني. افهمك يا مدام، افهمك عشان ما تقعديش تزني انت ولادك على دماغي. شوف يا ستي، الصف الاولاني ده الناس اللي بتشتغل في السياسه، اللي هي شبكه في البيزنس، اللي بيطلعوا دايما في الفضائيات. الدوله خدتهم لانهم صفات القوم، فاهمين ان هم هياخدوا منهم حاجه فسجنوهم. بس الناس دي مظبطه نفسها، مهربه كل فلوسها بره، فما عرفوش ياخدوا منهم حاجه، عشان كده خرجوه. بداوا يدوروا على مين؟ الصف الثاني والثالث، يعني الناس اللي زي حالاتي. ودول بقى هيعملوا فيهم ايه؟ ما دام ما عرفوش ياخدوا من الصف الاولاني يبقى هياخدوا من الصف الثاني والثالث. فهمتي؟ كاسك يا روحي. ماليش مزاج. ليه كده يا حبيبتي؟ ده انا اعملهم لك بنفسي.
ماليش مزاج يا شريف. ومين بقى اللي معكر مزاج حبيبتي؟ قلقانة قوي من حسام. حسام ايه يا سوزي؟ ده صرصارة في عصب صباع رجلي الصغير. تحب البسهولي في طوم وارميه في السجن؟ جرى ايه يا شريف؟ انت فاكر نفسك زي زمان؟ الايام دي خلاص عدت ومش هترجع تاني. عدت مين يا حبيبتي؟ احنا مش مجرد ناس نروح ويجي ناس غيرنا، لا، احنا زي الملح في الاكل، محدش يقدر يستغنى عنه ابدا. بس انا مش عايزك تأذي حسام يا شريف. ايه؟ انت بتحبيه ولا ايه؟ لا انا ما بحبش حد، انت عارف انا اتجوزته ليه. طب وانا يا سوزي؟ انت حاجة تانية يا حبيبي. قولي بقى انت ناوي تعمل ايه؟ ناوي اكمل الدور واختفي شوية لحد ما الدنيا تهدى خالص، وبعدين ايه؟ وبعدين ارجع شريف الجوهري بتاع زمان اللي كلمته تعمل لها الف حساب. هو انت ناوي ترجع للسياسة تاني؟ طبعا يا حبيبتي، السياسة هي اللي هترجع لي. بص يا سوزي، مفيش بيزنس من غير سياسة، مفيش سياسة من غير بيزنس. بس انت واللي زيك لو رجعتوا للسياسة هتلاقي الف واحد يقول ده شريف الجوهري رجع تاني للسياسة. بيتهيالك يا حبيبتي، اللي كانوا بيبهدلونا زمان هما اللي بيجروا ورانا دلوقتي عشان نرجع تاني، ولما هنرجع هياخدونا بالاحضان. بس انا خايفة عليك يا حبيبي. ما بلاش يا حبيبتي بقى كلام دمه تقيل، احنا بنحتفل برجوعنا لبعض. الحمد لله على السلامة يا روحي. تعرف يا حبيبي، المرة الجاية لما بابي يجيبك انا هاخدك فسحة كبيرة قوي قوي قوي. انا عايز يا ماما اعيش معاكي على طول. ان شاء الله يا حبيبي هتفضل معايا على طول قريب قوي. يلا بقى ننام. يلا نام بقى. شطر يا حبيبي. يا رفعت بتقول ايه؟ عاوز تسمع صوتي قبل ما تنام؟ بجد؟ طب بلاش الكلام ده معايا انا. تخلص قضية برهام الاول وبعدين نبقى نتفق. يوسف بيت معايا النهاردة. لا انا مش عايزة قضايا. انا مش عايزة قضايا مع بابا. انا هحل الموضوع ده بنفسي. اوكي باي باي. بقول لك يا ابراهام بيه، في سينما اهي، ما تيجي نخش السينما. طب جنن سينما ايه دي؟ بقالي عمر ما دخلتش افلام. انت عارف اخر فيلم شفته ايه؟ صرصره على النيل. صرصره على النيل؟ يا بيه الاسماء دي خلاص راحت عليها. دلوقتي في بوحه، بوشكش، شيكامارا، بوبوس. يا سامي افلام دي؟ امال يعني اسماء مراهم؟ ايه اللي يخليني ادخل فيلم زي ده؟ لا انا مش داخل سينمات. معلش يا ابراهام بيه، ده اخر يوم لنا مع بعض، ما فيهاش حاجه يعني لما نخش فيلم. خلاص يا سيدي زي ما انت عايز، بس بشرط يبقى فيلم له قصه محترمه، له مغزى كده وهدف نبيل سامي. فانت كده مش عايز تخش فيلم، انت عايز تخش ندوه. يلا بس على الله يطلع فيلم محترم ان شاء الله يا بيه. بقى فيلم حلو. يلا يلا بس يا بيه، يلا بقى. ايه الافلام المعروضة عندكم؟ وراك على الافيش اهو. يا نهار، طب اتنين بسرعة. هات فلوس 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 فلوس. طب اتنين بسرعة. ايه بسرعة بسرعة؟ احنا هناخد تذاكر كده عمياني. مش تعرف الاول الفيلم ده ايه؟ فيلم ايه؟ يا بيه المليطة ثلاثة، ده كان ليه جزئين مكسرين الدنيا. الفيلم ده كان له اجزاء؟ المليطة واحد والمليطة اثنين، ده انا سمعت ان هم هيعملوا له جزء رابع. المليطة اربعة. لا المليطة كمان وكمان. خد يا برنس التذاكر، مكان حلو كده. خد يا ابراهام بيه، خد يا ابراهام بيه. يا نهار اسود، المليطه ثلاثه يا بيه، المليطه ثلاثه. الحمد لله هنشوف الفيلم ده. يا نهار اسود، ده حته فيلم. فين حبيبك يا سيدي؟ لا 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 لا، انا زعلان جدا. انت اكيد بتودي البضاعه الحلوه لفرحات بيه. فرغلي هيجيب شويه ويجي دلوقتي. ايه الفيلم الزباله اللي انت بتدخله لي ده؟ فيلم اهلا يا فرغلي. ماله يا بيه؟ حلو
انت شايف اللي فيه كلهم ناس عريانه وبلط. طب ايه فين اسم المليطه؟ هيكون في ايه يعني؟ ناس معتكفين؟ والله الالفاظ اللي بيقولوها قله ادب وناس ما عندهاش اخلاق ولا خشيه ولا احترام. سيادتك يعني متخيل ان فيلم اسمه المليطه؟ المليطه هتسمع فيه ايه يا بيه؟ تواشيح يا برهان بيه؟ هو ده اللي ماشي اليومين دول. كل في شهر يا بيه، كل في شهر، كل في شهر، احنا دافعين فيه قد كده. ايه يا برهان بيه؟ مش عارف يا سلام، انا حاسس انها مش هي. انا بقى حاسس انها هي يا بيه، بس اللقطه اللي ظهرت فيها كانت سريعه قوي. طب وبعدين هنعمل ايه؟ اتنين المليطه لو سمحت. المليطة لو سمحت. تفضل. فين حريمك يا سيدي؟ زعلان جدا. أنت أكيد بتقضي البضاعة الحلوة بفرحات دي. طب غني هنجيب شوية ويجي دلوقتي. اتفضلوا معانا. هات الكاميرا دي. اتفضلوا. يا ابني حرام عليك، انت ايه اللي جرالك؟ كفايه سجاير بقى هتموت نفسك. بالعكس، انا لو نفختش النار اللي جوايا هموت. هتنسى بقى يا حسام، ده انت مكبر الموضوع قوي. انسى ايه بس يا ابني؟ ده انا كل ما افتكر اللي عملته فيا ببقى عايز اولع في نفسي. محدش بيتعلم بالسهل. بس انا مش هسيب حقي، وهخليها تندم على كل حاجه عملتها معايا، ولازم ترجع لي شقتي وترجع لي كل حاجه اخدتها مني. على فكره يا حسام، انا وايمي اصحابك من زمان، وعارفين كويس قوي ان انت مش مغلول منها، لا علشان الشقه ولا عشان الفلوس. انت حبيتها يا حسام، بس للاسف طلعت اذكى منك، جيت تصطادها اصطادتك. انا فعلا حبيتها، بس في اللحظه دي
ورحمة أمي لازم أربيها، وهندمها على كل حاجة عملتها معايا. انتوا وقعتوا ومحدش هيسمع عليكم، انا هوديكم في 60 داهية. ليه 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 بس يا استاذ لمعي؟ احنا عملنا ايه؟ مش عارفين عملتوا ايه؟ بتصوروا الفيلم وهتنزلوا على النت. النت ايه؟ والله ما كان قصدنا خالص يا لمعي. بيه صدقنا، احنا بس كنا عايزين نتأكد من حاجة معينة. حاجة ايه يا ريم يا مزبلة؟ من يوم ما ظهرت اشكالكم والصناعة انهارت بسببكم. صناعة ايه اللي انهارت بسببنا؟ مش عارف صناعة ايه؟ صناعة السينما. لا مؤاخذة، اصل لما حضرتك قلت صناعة افتكرتك يعني بتتكلم عن صناعة النسيج. كمان بتهزر؟ طبعا، ما انتوا جهلة ما تعرفوش ان صناعة السينما كانت الدخل التاني بعد القطن. للأسف كسبكم ضاعت. طب احنا اللي ضيعنا السينما، مين بقى اللي ضاع القطن؟ يا استاذ لامي والله العظيم احنا مالينا دخل لا بالقطن ولا بالسينما. الحكاية وما فيها ان في لقطة في الفيلم تخصنا، فاحنا حبينا نتأكد منها. يا سلام، وعايزنا نصدق الكلام ده. انتوا تعرفوا صناع فيلم زي ده بيتعبوا قد ايه عشان يعملوا فيلم زي ده؟ في كلمة وهدف ومعنى. يا استاذ لامي احنا كنا بنصور المليطة مش بنصور الرسالة. على العموم يا استاذ لامي احنا متأسفين ومش هنجي هنا تاني، ولو شفت وشنا يبقى يا سيدي بلغ البوليس. انا خلاص بلغت البوليس، وزمانه جاي جرجعكم على الاسم عشان تتربوا. مساء الخير يا لمعي. اهلا يا سيادة امين. اتفضل يا سيدي استلم الزبالة بتوع النهاردة. اتفضل قدامي. هات الكاميرا. اتفضل. هات. بكلم الشيخ حسان يشوف لنا محامي ويجيبنا على الاسم. حاضر يا برهان بيه. حاضر. اتفضل. خسارة عليك يا لمعي.